بسم الله، أقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. كنت نشكر على الشيخ فضلو على هذا الحدث هذا اللي حنا صراحة كنا كنبغيو كنبغي نشكر بزاف الجمعية ديال المدربين اللي دارت دابا في إقليم داروداد، اللي جمعت صراحة أزيد من 50 أو 60 مؤطر من جهة داروداد. صراحة استفدنا بزاف في هذا التكوين هذا، وكنبغي نشكر الإدارة التقنية ديال عصبة سوس، وكنبغي نشكر الإخوان كاملين. والسلام عليكم وشكرا.